السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا الساعة اللي جاية دي نفصل شوية. مش هقول لحد يعني انسى الحاجات اللي شغلك والمشاكل والقرف والحاجات دي، حاجات دي ما بتتنسيش يعني، موجودة وعايشين بيها كل حاجة، بس هقولك ايه يعني، أجلها ساعة، اقفل الجرس شوية. يعني هي الحاجات المقرفة اللي في حياة الواحد أو المتعبة بتفضل تزن 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 تزن، فاقفل الجرس واقفل الفايبريشن خالص وخليها على جنب. مش بقولك انساها وعيش الحياة والكلام اللي هو الحلو ده وبحب الناس الرايقة، لا، الناس الرايقة اللي بتضحك على طول دي تروح تتعالج. مفيش حاجة اسمها رايقة وتضحك على طول، أنا بحب العالم المتضايقة شخصيا يعني. فتعالوا نلغي شوية مع بعض، نفتح في مواضيع، نسمع كده كام غنوة حلوين، نفصل الساعة دي من أي مشاكل، نحاول نأجل أي حاجة مضايقانا، نحاول نطلع من مخنا أي حاجة فيها عكننا، وفي أولها النقطتين اللي الزمالك خسرهم في أسوان. الأسئلة بدأت بقى، حد بعت لي بيقول لي إيه التفاؤل ده، جاب التفاؤل من فين في الأجواء اللي إحنا عايشينها دي، ويعني الظروف اللي إحنا فيها دي. اتفضل. إيه؟ أستنى قلت الناس يعني هيثم مستغرب بيقول لي أستنى قلت الناس يعني نفك وشوية يعني. انا عندي وجهه نظر في الموضوع بخصوص الحاجات اللي عايشينها واللي عايشها حوالينا يعني، وللناس شايفه ممكن ان هي يعني ما تستدعيش التفاؤل. عندي وجهه نظر، في اعلان بيجي في التلفزيون بتطلع كلمات الاعلام بتقول كلام مهم جدا، بتفضل تقول بقى انه اللي بيبني بيت يختلف عن اللي بيبني حياه، يعني اللي بيبني حياه ده المفروض حاجه اهم يعني، وان اللي بيمشي ورا الناس غير اللي بيكتشف طريق جديد لنفسه. كلام يعني ملهم جدا وافكار في منتهى الجمال، مؤثره جدا يعني ومفيده كمان في نفس الوقت. المهم لما الواحد جرب الحاجه اللي بتتشرب اللي بيعلن عنها الاعلان بالكلمات الجميله دي، اكتشفت ان انا بشرب حاجه مش حلوه، ما اتبسطتش يعني، مش فاهم، مش عايز اقول وحشه بس هي وحشه يعني، شفت حاجه وحشه يعني. فكانت النتيجه ايه، انا بيني وبين نفسي خلاص المشروب الرديء او المشروب الوحش ده هتشربه، وبعد شويه كيلتين هتخلصوا منه، لكن اللي فاضل جواك واستقر جواك هو الافكار المهمه اللي انت اتعلمتها واللي انت ماشي بيها ومكمل بيها ومونساك في الطريق. فخلينا الحاجات اللي هي للمشروب للمشروب، وللأفكار للأفكار. من النقطة دي الواحد بيبص لعلاقته بالبلد، انه اي مشروبات رديئة بتعدي على البلد بتاخد وقتها والكليتين بتصرفهم، وبتفضل علاقة الواحد بالبلد دي ومحبته بيها اكبر من اي حاجات رايحة جاية علينا طول الوقت، بالذات الايام دي. يعني علاقة الواحد بالبلد أكبر وأعمق وهي اللي هتقعد، لكن المشروب الرديء عبارة عن مداخلات رديئة، حوارات وحشة، ناس بتسف على بعض في التلفزيونات، الأمن بيركز مع الشباب اللي بيهزر على فيسبوك لكن مش بيركز مثلا مع السارحين بحصنة عند الهرم مطفشين السياح. الحاجات اللي زي انه الجامعة تمنع ندوة لعصام حجي، انه تبص على الانتخابات فتشوف ان الوشوش اللي نجحت واللي مقربة من البرلمان حاجة مش مريحة، حاجة يعني مش احسن حاجة قوي اللي ممكن ترتاح لها. كل التفاصيل دي انا بتعامل معها ان هي زيها زي المشروب الرديء اللي الكليتين هتخلص منه بسرعة، لكن هيفضل اعتقادك و إيمانك ومحبتك للبلد دي هي الأصل، زي الأفكار وزي المشروب. أو كما قال أحد الأشخاص يعني الجملة الشعبية الشهيرة، يا مدق تعرض طبول. فبتعدي بتخبط طبول كتير جدا، لكن الطبول اللي بتخبط دي عمرها ما هتكون هي السبب في إن الواحد يسمع أو ياخد بنصيحة المذيع اللي طلع في يوم قال لك لو مش عاجبك حال البلد ومش عاجبك الغلا ومش عاجبك اللي بيحصل خد باسبورك وغور. طبعا ما حدش هيغور،
علاقتك بالبلد اقوى من المذيع باللي بيقوله بوجهة نظره بالافكار دي كلها اللي متعدي، وبرضو الكليتين هيتخلصوا منها مش هتخلص. فهي فترة مكعبلة شوية، في وشوش على الساحة مش مريحة، في افكار بتتقال مش مريحة، في مهاترات كتيرة بتحصل، في حاجات مش مستقرة، في كده عدم يعني عدم استقرار اجتماعي. مش بتكلم في السياسة، مش بتكلم في السياسات، بتكلم في المود العام وفي الحالة العامة يعني. فأنا ما بقفش عندها، وبعتبر انه الحاجات الأصلية هي اللي بتساعدك انك انت تكمل، وعلاقتك بالبلد دي، ان البلد دي هي المربع بتاعك. ايه معنى مصر؟ مصر عندك دي هي المربع بتاعك، المربع ده اللي انت مدخل فيه الناس اللي تهمك واهتماماتك وشغلك وكم صاحب وكم حد في جيرانك وكم حد من قرايبك. المربع اللي انت عامله لنفسك ده ومتونس بيه ومهتم بيه، هي دي مصر بالنسبة، هو ده، هي دي بلدك. الحاجات اللي على الهامش دي بتعدي وتروح وتيجي علينا، فانا بحاول بقدر الامكان ما اقفش عندها، والتجربة الحياة اقصر من احنا نقف عند الافكار اللي من النوع ده. حد بعت لي سؤال بيقول لي هل لما اشتغلت في واحد صاحبي كنت عارف انك انت يعني، هو بيسألني ملخص السؤال يعني سؤال طويل بس ملخص السؤال، هل حسبت الحسبة اللي تخلي برنامج ينجح او مينجحش؟ فانا بصراحة طول الوقت بقول لنفسي وبقول لأي حد من صحابي بيسألني يعني، بقول له لو هتحسب، لو هتتشغل بالحسابات لمدة دقيقة اشتغل ساعة يعني، متبقاش الحسابات هي الاصل يعني. لو هتحسب احسب الحسابات في حدودها الضيقة، في حدود اللي يعني تقدر تفهمه، في حدود اللي تقدر اللي شبه فكرة انك تعمل اللي عليك، اللي شبه فكرة انك انت تدي نفسك الاحساس انك انت مش مقصر، شبه انك انت يبقى في ايديك دليل على انك انت تعبت وعملت اللي عليك. عملت الحسبة الصغيرة دي اشتغل بعد كده، وانت شغال الحاجات بتتغير، الحسابات نفسها بتتغير. ففكرة انك انت تقعد تضيع الوقت كله في الحسبة وهحسبها ازاي وهتيجي من فين وهعملها ازاي والاجواء دي، انا بعتبرها ان هي مضيعة للوقت زيادة عن اللزوم. ارمي نفسك في البحر وامشي. والبحث عن الكمال، قلنا قبل كده القصة دي، ان البحث عن الكمال من الحاجات اللي بتعطل الواحد، لانه لو انت عايز الكمال فنتيجة ده انك انت هتقعد مش هتتحرك يبقى بلاش. لكن انت لو هتمشي وعندك استعداد انك انت ماشي تصلح اخطائك وتتعلم وتبني الكمال ده وانت ماشي على الطريق، فاعتقد ان ده الكلام الواقعي وده الكلام اللي المفروض يحصل وده الكلام اللي شبه لبني ادمين العاقلين. فهي الفكرة انه مش الحسابات، الفكرة انك انت تتحرك، تتحرك. الحركة هي اللي بتجيب يعني، هي اللي بتوريك انت رايح فين، وانت بتتحرك بقى هتعرف وتتعامل يعني. زمان كان فؤاد المهندس بيعمل مسرحية اسمها انا وهو وهي، بيجهزها حجم المسرحيات اللي هي اخر الخمسينات دي، وكان عنده دور كده صغير كان محتاج فيه شاب كوميدي، فاجيب من فين شاب كوميدي؟ فواحد من صحابه اقترح عليه قال له والله ده العيال في الجامعة عاملين مسرحيات حلوة، في مسرحية كوميدية، تعالى روح الجامعة اتفرج على المسرحية الكوميدية دي وهكذا تطلع منها بشاب اللي هو تاخده ويكمل معاك العرض. فاخد فؤاد المهندس صاحبه وراحوا على الجامعة، ووصل مسرح الجامعة فلقى اللي معروض مسرحية بتاعت الإخوة كرامازوف، مسرحية يعني جادة وكئيبة وثقيلة الظل ومستحيل يبقى فيها أي تطلع منها بممثل كوميدي. فصاحب فؤاد المهندس قال له يلا بينا نروح ونمشي. قال لا هنمشي ليه، طالما وصلنا وكينا نخش نتفرج على الإخوة كرامازوف مش هنخسر حاجة. فدخلوا مسرح الجامعة واتفرجوا على مسرحية الإخوة كرامازوف، وهم خارجين من المسرح كان فؤاد المهندس خارج وفي ايده واحد من ابطال العرض ده اسمه الضيف احمد. طيب دلوقتي لو الضيف احمد كان بيحسبها ان انا عايز اشتغل كوميديا كان عمل الاخوة كرامازوف؟ ما كانش عمل الاخوة كرامازوف، وما كانش فؤاد مهندس شافه، وما كانش خد خطوة وطلع. فهو اشتغل، هو في ممثل عنده فكرة، اشتغل عمل اللي عليه، مشي في الطريق، هو في الطريق طلع حد خده على الطريق التاني كمل فيه. فهي دي الفكرة. بالمناسبة الضيف أحمد يعني الناس اللي ما تعرفهوش يعني، هو يمكن علشان كان مات
صغير 30 او 31 حاجه زي كده، ما الناس ما عرفتهوش المعرفه الكامله. لكن هو كان عنده مشروع اكتر من اللي انت شفته. يعني احنا شفناه من ضيف احمد ده كان مقدمات للمشروع، او على راي احد الكتاب الكبار قال لك ان في حد بيبقى عازف كمان، موهوب في عزف الكمان، لكنه عارف ان عزف الكمان ده مالوش جمهور. كل ما يقف يعزف كمان بيلاقي ما فيش جمهور، محدش بيتلم عليه، وهو عايز يوصل الرساله دي للناس. فيلم الناس ازاي؟ فقرر ان هو اشتغل في السيرك، هيروح يلعب اكروبات في السيرك وينط في الهواء. وهو بنط في الهواء، اول ما يوصل للهواء فوق يروح مطلع الكمان من جيبه وعازف للناس. فهو كانت تجربته عامله كده. كان مصطفى امين يقول انه الضيف احمد كان بيزوره طول الوقت في مكتبه علشان يرغي معاه في تجربه شارلي شابلن عمل ايه، يعني بيكسر معاه في التجربه علشان يفهم شارلي شابلن كان بيعمل ايه وعايز يوصل لايه، علشان كان ده مفتاح اللي في دماغه. حتى لما اتعملت تجربه ثلاثة ضوء المسرح ونجحت وسمعت شويه، كان في برنامج بيتقدم التلفزيون المصري حاجه كده قبل المناظرات وقبل المواجهات، يعني كانت اقرب للمناظرات الفتره بدمها الخفيف وبالادب اللي فيها يعني. فكان في مفروض مناظره هتبقى بين كاتب كبير بحجم ثروت أباظة وما بين فرقه الثلاثي اللي بتقدم الكوميديا الشائعه. فمحدش راح غير الضيف، يعني بقيت الثلاثي محدش يعني ما رضيش يروحوا، وهو الضيف اللي راح وقعد ثابت في مكانه بيناقش حد مثقف واديب بقامه ثروت أباظة، لحد ما ثروت أباظة كده راح ساله سؤال بينكشه، يعني اللي هو يعني كان في برضه ايه قدر من اللي يعني اللي هو شايف برضه ان هم بيعملوا حاجه يعني اقل شويه يعني. فقال له: هل تفتكر يا استاذ ضيف ان الكوميديا هتستمر بالشكل اللي انتوا بتقدموه ده، كوميديا الموقف والفرس، ولا هتعود للكوميديا الانسانيه الجميله بتاعه الاستاذ الريحاني؟ فضيف احمد قال له: النوعين سهلين جدا، اي حد ممكن يقدم الفرس واي حد ممكن يقدم الكوميديا الاجتماعيه. انا عندي طموح من نوع تاني، ان انا اقدم كوميديا الفكريه. فهو قال الكوميديا الفكريه من هنا، والناس كلها سكتت وصارت أباظة انتبه واتعدل في كرسيه عايز يعرف ايه الكوميديا الفكريه دي. فقال له الضيف، قال له: الجمهور عندنا بيضحك لانه شغل مخه، انت قلت حاجه فهو دور عليها طلع قصادها في مخه فكره، فالفكره لما اتحركت ضحك. فده كان توصيف الراجل للضحك، يعني هو كان عنده مدرسه ان هو يطلع الضحك من المنطقه دي، وكان عايز يبني عليها. لكن طبعا هو ما كانش الوقت او العمر اسعفه، يعني على بال ما تشاف، على بال ما جه سمير غانم وجه جورج سيدهم وتلموا على بعض وابتدوا يتحركوا ويبانوا، عدى الوقت في ان هم يقدموا نفسهم للناس. بالمناسبه كان ضيف احمد هو اللي بيكتب السكتشات، هو اللي بيلحنها، هو المخرج المسرح، هو المؤلف العرض المسرحي، يعني كان هو الجندي المجهول اللي محرك الفرقه دي. فكل التجربه دي بكل الجمال اللي فيها، اللي حصل بالضحك اللي فيها، بقدم لنا حاجه في منتهى اللطافه وفي منتهى الروعه، يعني ما كانتش مبنيه على حسابات، مبنيه على شخص عنده حاجه في دماغه، عنده حلم عايز يعمله، عايز عنده حاجه عايز يعملها ومشي في الطريق، مشي في الطريق وهو بيعمل اللي عليه. ايه اللي في ايدي دلوقتي وانا في الجامعه؟ اللي في ايدي اني اشتغل في مسرح الجامعه. فمشي في الطريق اللي قصاده، اتحرك خطوه، الخطوه دي نجحت، بانت بعد كده نجاح. فالدرس المستفاد من قصه الضيف احمد انه ما تقفش عند الحسابات كتير واتحرك، شغل نفسك. في حاجه عن الضيف احمد احكيها ولا ما احكيهاش؟ كئيبه شويه. احكيها عايزه احكيها. طيب كان الضيف احمد في الثلاثي في الاردن، ثلاثي ضوء المسرح في الاردن، بيحيوا فرح اخت الملك حسين. وقبل ما يسافروا كانوا شغالين على بروفات مسرحيه بتتعمل، وكان هو الضيف المخرج بتاعها والمؤلف يعني. فرجعوا المطار، روحوا، الا الضيف ما راحش على البيت، راح على المسرح. وصل المسرح راح مكلم الناس الفرقه: تعالوا لي، نجي لك ايه يا ضيف؟ ده احنا جايين من السفر وتعبانين وهلكانين ومش قادرين يعني. قال لهم: جات لي فكره مشهد للفينال مهم جدا، ولازم تيجوا معايا نظبطه ونثبته قبل ما يطير من دماغي، عشان احنا نفتح خلاص بعد اسبوع.
طيب يا ضيف حاضر. فراحوا على المسرح كلهم، وصلوا ايه المشهد يا ضيف؟ المفروض المشهد انه راجل بيموت في اخر السيكونس في المسرح، يا راجل بيموت وهو موجود على المسرح، مراته والورثه بيتخانقوا مع بعض على الورث يعني. فهو الضيف قرر انه الميت ده هيقوم من مكانه وهيقول مونولوج طويل، ان كنتوا هتعرفوا امتي بعد ما اموت، ان كنتوا دلوقتي بتضحكوا عليا بس لما اموت هتقولوا فيا شعر، انا بعد ما اموت الناس هتعرف انا كنت عامل ايه، مونولوج طويل جدا. حتى اعترضوا عليه الموجودين، جورج سيدهم قال له الكلام ده تقيل يا ضيف، احنا عايزين نضحك الناس، وهنضحك الناس ازاي احنا بنتكلم على الموت؟ فالضيف قال له انا هخليهم يشوفوا الضحك اللي في موضوع الموت. قال له طب خلاص طالما انت مصر يلا، عملوا بروف على المشهد وتمام اوكي يلا بكره ان شاء الله علشان نعمل الجنرال. سلام سلام. وصل البيت شويه تعب، مراته طلبت الاسعاف، جت الاسعاف متاخر، خدته، مات في السكه. فكان المشهد اللي عمله على المسرح بتاع المتوفي اللي بيقوم ويقول هتعرفوا امتي بعد ما اموت، ده كان اخر حاجه عملها الضيف على خشبه المسرح. طبعا بعد كده بعد الصدمة ما حصلت، الفرقة عندها مسرح وعندها إيجار وعندها حاجات وفي عرض وناس بتاكل عيش وهتشتغل. فجئ فؤاد المهندس اللي هو اكتشف أصلا الضيف، قرر إنه قال لهم أنا هكمل إخراج المسرحية بس بشرط ينزل عليها اسم الضيف كالمخرج يعني زي ما كنتم متفقين يعني، بس أنا هقفل المسرحية بعده يعني. وعملوا أول بروفة، في أول يوم في البروفة وصلوا المشهد للضيف ارتجلوا بتاع المونولوج اللي بيتقال ده، ونهاروا كلهم في العياط طبعا، البروفا باظت. فضلوا يحاولوا لحد ما لموا نفسهم وعملوا فعلا بروفا نهائية وخلاص. تاني يوم العرض، تاني يوم القاعة ما كانش فيها غير 3 مشاهدين، وعلى مدى اسبوعين ما حضرش المسرحية دي اكتر من 10 بني ادمين. فعرفوا ان هم خلاص انه يعني الكيان ده اتكسر. حاولوا مرة واثنين وثلاثة، حاولوا يجيبوا ممثلين جدد، مفيش حد مالي مكان الضيف، ولو جه حد موهوب فهم حسوا ان هم هيجيبوه هيدفنوه هيموتوه علشان هيتقارن بالضيف والضيف هو اللي هيكسب. فكانت التجربة بتعك وبتضيع منهم يعني، لحد ما حد اقترح حل ذكي انه ما تجيبوش تالت راجل، هاتوا تالت ست. فلما عملوا كده فعلا جابوا صفاء بالصعود، فابتدوا يعملوا موسيقى في الحي الشرقي، والمسرحيات اللي بعد كده رجعت تاني حالة ثلاثي ضوء المسرح. لكن كان غيابه فعلا كسر المشروع ده، كان يعني ضلعه اتكسر يعني. فدي حكاية يعني كئيبة شوية ما كنتش عايز اقولها، احنا بنتكلم على الاشراق على التفاؤل، بس يعني دراما في الحياة يعني. من الكلام حد بقيت لي بيقول لي بيكلمني في حاجات كنت اتكلم فيها في حلقات قبل كده، وبيسألني عن اغرب فتوى سمعتها. ما انا مش هكلم اغرب فتوى سمعتها، انا اتكلم على اغرب قصة، اغرب طلب فتوى سمعته. يعني وعشان ما حدش يفتكر ان انا يعني ايه قاعد طول الوقت مشغل اذاعة القرآن الكريم يعني ومتدين والكاركتر ده، لا، انا لما بخرج من الايام كنت عازب يعني، لما كنت اخرج من البيت بفتح الراديو على اذاعة القرآن الكريم بصوت عالي واسيبه شغال وامشي زي اي حد في مصر بيعمل كده في المحل بتاعه، في القهوة بتاعته، في بيته، باعتبار ان صوت المقرأ يعني هو اشطر جهاز سيكوريتي ممكن يحمي البيت يعني، ولما يجي حرامي يفكر ان هو يكسر مثلا باب المحل عشان يسرقه فيسمع صوت القرآن فيتراجع ويعيط وينهار يعني. ما جاش في بال صاحب الخطة ان ممكن الحرامي مثلا يكون مسيحي او يكون يعني مش ما يعني من ديانة تانية او ما لوش ديانة اصلا يعني. المهم لكن الخطة دي انا ماشي عليها، رغم ان هي في خطة نقطة ضعفها، بس ان الكهرباء تقطع نص ساعة فما بقاش في قرآن شغال فتكسر المحل او البيت عادي، لكن كنت ماشي عليه. ففي يوم رجعت وما كانش في تلاوة، لكن كان في برنامج اسمه مش فاكر اسمه، بس كان فاكر اسم المذيع الاستاذ ابراهيم مجاهد. وبرنامج زي ما فهمت يعني ان هو بيجاوب على اسئله المستمعين. طبعا انا بخش في اللحظات دي كنت زمان اهتم اسمع يعني، كنت اقفل على طول خلاص انا مفيش قران اسمع يعني.
لكن قبل ما اقفل الراديو جالي فضول كده اعرف السؤال. هو بيقول معانا سؤال، جالي فضول اعرف ايه السؤال يعني. فلقيت السؤال بعتها بعت واحد راجل بيقول انه عنده ابن بيعمل مشاكل كتير، وابنه الصغير ده مغرم بركوب التوك توك، وطول كل ما يرجع الشارع يلاقيه نطط في التوك توك. فروح البيت فحلف على امه بالطلاق انه لو شاف الولد راكب توك توك تاني فهو هيطلقها. بس وفي يوم راجع من الشغل لقى الولد راكب توك توك. فالسؤال، هل الطلاق وقع ام لم يقع؟ فهو راجل نفس المذيع كان بيحكي الحكايه دي وايه وماسك ضحكته، يعني حسيته ان هو عايز يضحك. لكن انا كانت في وجهه نظر ان هي يعني مساله انسانيه معقده، يعني الموضوع تافه لكن مرتبط بمصير اسره ومستقبل العيله، وانه اللي بيسال ده حريص ايا كان مستواه العقلي حريص على انه يرضي ربنا، عايز يعرف الصح اللي يرضي بيه ربنا ايا كان بقى مستوى ذهنه ومستوى التوك توك مستوى الحدث نفسه قيمة الحدث نفسه، لكن هو للأمانة شخص عايز يعرف الصح ايه علشان يمشي عليه. اللي كان بقى يعني انا اتشديت من السؤال، بس اللي شد اكتر مني كان عالم الدين اللي موجود في البرنامج، للأسف ما كنت ما لحقتش اعرف اسمه طبعا، لكنه كان راجل في منتهى الوقار وكان نموذج لعالم الدين الحريص على انه يربي قبل ما يفتي. يعني ما كانش مهتم ان هو يقول له الطلاق وقع ام لم يقع، ما كانش مهتم بده. لكن اول ما بدا كلامه بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين ابتدى يدي السائل اللي بقى صاحب السؤال درس بعنف وبحده وبتوبيخ بانه ايه الاستهتار بمساق الزواج ده، مساق الزواج ده مساق غليظ ما ينفعش حد يستهتر بيه مثل الاستهتار ده، ما ينفعش يبقى يمين الطلاق سهل على البني ادمين كده، ما ينفعش رجاله تحلف على الطلاق في حاجات التافهه، ايه سوء الادب ده، ده سوء ادب في مصير العلاقه، سوء ادب في الست اللي ربنا تمنك عليها، سوء ادب في العلاقه الزوجيه المقدسه، ايه علاقه التوك توك والطلاق، فهمني ايه علاقة التوك توك بالطلاق. وقالها ثلاث مرات بمنتهى الانفعال، وانا يعني بقيت شوية اضحك وشوية اهتم، شوية اضحك وشوية اركز، لكن انفعال الراجل فيه وهو بيوبخ وبيربي. بس انا حبيت ده فيه ان هو كان بيربي وبيعلم قبل الفتوى انه ما ينفعش يبقى الحلفان بالطلاق والسهولة انك ترهن مستقبل الأسرة بأن ابنك بيركب توك توك، إيه علاقة التوك توك بالطلاق؟ قل لي ما علاقة التوك توك بالطلاق؟ في الآخر أفتال، وأنا على أذكر الفتوى يعني إنه إن الطلاق لم يقع، وإن صاحب السؤال يعني ملتزم بكفارة يمين شبه كفارة أي قسم عادي يعني، وهي عبارة إنه هو يطعم 10 مساكين أو حاجة أو ما يوازيها نقدا يعني. ف كانت الحالة نفسها فعلا كانت أغرب حالة سمعتها في 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 البرامج الدينية يعني. نوع السؤال حرص مع ذلك مع نوع السؤال اللي بيدل على ذهنية متوسطة شوية، لكن بيدل على إنه شخص كمان متدين حريص على إنه هو يعمل الصح، في نفس الوقت في عالم دين نموذجي جدا مهتم بالتربية وبالتعليم قبل الفتوى على الهوى. الناس بتطلع تقول الفتوى والله أعلم في الآخر وتاخد أجرها وتروح، لا ده كان منفعل انفعال مدرس يعني شايل الهم بيعلم يعني. وخلص البرنامج وقفلت الراديو وانا طول الوقت متخيل صاحب السؤال وهو راجع البيت وهو مكسوف من عمله، مكسوف من تصرعه، وتخيلت طبعا مراته فرحانة بالزوجها اللي رجع ومستقبله بزغروطة ان الطلاق ما وقعش والفتوى في صالحهم، لكن الابن فضل في خيالي طول الوقت، وكنت متأكد ان هو في اقرب فرصة هيرجع يركب التوك توك تاني. الناس بتسأل مين اسم الشيخ، بس انا ما فعلا ما حاولت افتكر، ما مش فاكر خالص بصراحة. الفكرة انا حبيته يعني وعجبت بيه وبطريقته. عمال اتكلم على الضيف احمد وهيثم، هنا طلع الضيف احمد قريبه، اقرب لك يا هيثم، عمك عم باباك عم طلع عم بابا
قاعد عمال اتكلم مع الضيف احمد واحكي حكايات مؤثره، وفجاه لقيت هيثم مبلغ: مالك يا ابني؟ لك اصل الضيف احمد قريبي. تشرفنا ضيف استاذ هيثم، واتاري الموهبه والفن والتالق في عينيك ده مش جاي من فراغ. الوقت عدى بسرعه كالعاده. الساعه اللي احنا اتفقنا ان احنا نقفل فيها جرس الوش شويه قربت تخلص، لكن عندي حاجه احب اقولها في الاخر، يعني حاجه مناسبه الوش يعني اللي حوالينا برضو، انه التلفزيون فيه 50,000 محطه شغاله، والسيرك والمولد بتنصب من الساعه 9. انا شخصيا بتكلم عن نفسي، بشوف ان اكتر محطة تلفزيون عارفة قيمة مصر هي محطة روتانا كلاسيك. كل يوم في الوقت ده اللي هو بتاع 9:30 10، في الوقت اللي بتطلع الناس علينا ترفع غطى البلاعات وترمي في وشنا اللي بيحصل يعني بالطريقة اللي احنا عارفينها، بتكون روتانا كلاسيك بتعمل حاجة لطيفة جدا، بتروح فتح الستارة عن أم كلثوم وراها الفرقة بتاعتها بالشياكة باللطافة بالحلقة الألماز بالسلسلة الهلال في قاعة سينما أو مسرح مليانة ما فيهاش مكان لرجل، كل الناس اللي فيها قاعدة في منتهى الشياكة واللطافة والبدل والكرافتات والفرو والحاجات بتلمع وتبرق. ساعتين أم كلثوم متسلطن الناس وتقول وتعيد وتفكرك قد ايه انك انت جاي من ارضية تقيلة وارضية جامدة وقوية وليها قيمة، وقد ايه انك انت اللي في ايدك انك لما تيجي عليك الساعة 10 تختار يا اما تشوف نفسك من وجهة نظر ام كلثوم في روتانا كلاسيك، يا اما تشوف نفسك من وجهة نظر وائل الابراشي. انت ومساجد. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.